دتني عند الطبيب وقلب لي أنا بنتك عند جلالة خلقت بيها وخصت ضروري تعمل العملية. ملي مشيت حايد لي الفصمة عيني بدات كتدمع. قال لها غير جلالة لصقات وديك العملية ما كانت شي ناجحة. يعني أنا كنت كنعمل هادشي كامل، قلبي محروق على بنتي، يعني خصني بنتي تكون مزيانة. صدق هذيك الليزر كان السبب ديالها، لأن فحال اللي غنقول لك هرس لها ديك العدسة اللي في وسط عينها مركبة، والطبيبة اللي في الرباط هي اللي أكدت لي أن بنتي كان عندها خطأ طبي. حنا يعيش فريضة تخليك في عينك كيقنطك مع سال خيط من 2013 حتى 2016 وفي العينين هاد بنتي، وبنتي كتعاني في صمت. ونهضروا على الجانب السلبي في المدرسة اللي هو كان تنمر. تعرضت للتنمر، تعرضت للمضايقات بالهضرة بزاف، حل العورة عاملة مناظر. مشينا كنا كنمشيو عند الطبيبة، اخر هضرة قالت لي هي انت ما عندكش الامل في مدرسة الدولة، خصك تمشي للمدرسة المكفوفين. بقى عندي الامل في الحياة، بقى فرحانة في حياتي. كتجي واحد الوقيتة ديبريسيون ضروري كنبدا نبكي، ما كنخافش من شي حاجه بزاف، حتى الفشل ما كنخافش منه، حتى الفشل هو طريق كبير للنجاح، هو من الاساسيات ديالو، ما كنخاف من والو. قالت لي انت الطونسيون طالع لك 24، وشوف تشوف، اذا بقيتي كتشوف راه غادي تشوف واحد العام، ومن بعد غادي يمشي لك البصر. قلت بواحد الطريقه اللي جرحتني خرجت كنبكي، ماما كتبكي وانا كنبكي. انا الصراحه اللي كنطلبو وباغاه هو يا اما يكون شي طبيب بروفيسيونيل يشوف حالتي، ولا نشوف خارج المغرب. وكنتمنى بزاف انني نتشافى، وكنطلب الله انني نتشافى. السلام عليكم، انا اسمي ملك من طنجة وعمري 13 سنة. اولا شكرا على الاستضافة. القصة ديالي بدات ملي تزاديت، ولا ملي كانت في عمري عام، ماما اكتشفت بان انا ما كنشوفش ثابته فحال الناس اخرين، يعني ما كنشوفش نيشان ملي كيكونوا يلعبوا معايا ولا شي حاجه. فدتني عند الطبيب وقلب لي انا بنتك عندها جلاله خلقت بها وخصها ضروري تعمل العمليه. بحكم ان ماما كانت الظروف ديالها الماديه شويه صعيبه، وهي وبا الله يرحمه، ف داك الطبيب اضطر بان يديها عند واحد الطبيب اخر اللي هو ناقص التكاليف شويه. ومشات ماما عنده وتفهموا على العملية، وكانوا التحاليل دازوا التحاليل مزيانين، كل شيء مزيان. عملت العملية الأولى عند هذا الدكتور، هذا دازت مزيانة الحمد لله، يعني نجحت. داك الطبيب قال من هنا 6 شهور غادي تجيب لي البنت باش نعمل العملية الثانية. فهو ملي قال لا، قالت له ماما صافي واخا. ومن مورا 6 شهور ماما دتني عند الطبيب، ولكن كان مره كيكون هو مسافر، مره الاولى كان هو مسافر، والمره الثانيه الطبيبه ديال بنش ما كانتش. فماما بقات كتطلع وتهود وكيعملوا لي القطاري وكل شيء، ولكن ما كندخلش نعمل العمليه. ديك ساعتك ماما وقفت بحكم خافت عليا، وقفت. واصلا كان با مسكين الله يرحمه بدات كتدهور الحاله ديالو، بدا كيمرض وقفت. من موراها مات با الله يرحمه. ديك الساعه كانت عندي شي 3 سنين ونص في 2012. لا كنعقل على الكنازه دبا، الصراحه ما نسيت منها والو، بقى كنعقل على كل شيء. كنعقل على هو ملي مشيت نسلم عليه، هو كان مكفن. بقى كنعقل على الشتا اللي طاحت داك النهار، بقى كنعقل على كل شيء. ماما ملي كانت كتبكي، وكانوا كيقولوا لي باك مشى للجنه، ماما كانت كتقول لي باك مشى للجنه، وجنة واحد المطعم زوين. وانا صافي كنت صغيره تيقت وصافي، يعني كان كيسحب لي با فعلا في واحد المطعم زوين، وفعلا ان شاء الله يكون في هذا المطعم زوين، نتمنى ولينا كاملين جميع المسلمين. ومن موراها رجعتني ماما عند الطبيب الاولاني اللي سرد عند الطبيب اللي عمل لي العمليه الاولى. المهم ما بغيتش نذكر الاسماء ديالهم احتراما ليهم، وصافي رجعتني عند الطبيب. قال لها صافي واخا نعمل العمليه الثانيه، علاش لا، في حالي انا في حاله هو ما كاين حتى مشكل. في 2013 عملت العملية الثانية،
ملي عملت هاد العمليه ثاني انا باقا عقله، دخلت نبطلو كنت كنبكي خوفانه بحكم ان العمليه الاولى كنت باقا صغيره ما عقلت على والو، الثانيه باقا عقله. المهم لا كنت كنشوف باقا عقله، يعني دخلت نبلو كنشوف كل شيء، كنت كنشوف عادي في اي واحد في اي يعني في اي شخص. دخلت عملت العمليه، المهم مشيت لغدا عنده البنت، بقيت في لا كلينيك ولا غدا مشيت عنده. ملي مشيت حيد لي الفصمه عيني بدات كتدمع هادي عيني اليسرى بدات كتدمع. ديك الساعه تك ماما قالت له علاش عينك كتدمع، بحكم ان العمليه الاولى عينه ما وقع لها والو، قال لها غير جلاله لصقات وحيدناها وهذا. ديك العمليه ما كانتش ناجحه. وشني وقع ديك الساعه تك هاد العينين اللي ما كانتش ناجحه ما كنتش بقيت كنشوف بها مزيان 100%، مره ما كنتش بقيت كنشوف بها، بديت كنشوف بالعينين اليمنيه اللي هي عملت عليها اول عمليه، بقيت كنشوف بهذيك. قال لا غادي نعمل لها مناظر، واخا هو فعلا ما كانش خصو يعمل لي مناظر حيت كنت باقا صغيره، باقي ما اكتملش عقلي وباقي ما اكتمل الشوف ديالي باش يعمل لي مناظر. عمل لي مناظر، مول مناظر بشي حاجه قال غادي نعمل لها لازيغ. مشينا للعياده ديالو، كان كيعمل لي لازيغ وكنت كنتقصح بواحد الطريقه خايبه بزاف. ماما كانت كتقولي هذا مصلحتك حيتاش ماما شني. تفضل. السلام عليكم، معك كوثر مدينه طنجه، ارمله ام اللي ملك هي عودتكم معاناه ديالها، خليتها هي تهضر لان هي الا هضرت كتهضر من القلب ديالها، حتى انا غنهضر من القلب ديالي، معنا تصنع معنا بروتوكول ما والو. بالنسبه للحاله اللي قالت لك بنتي، انا كاي ام كتمنى تشوف ولادها مزيانين، يعني انا كنت كنعمل هادشي كامل، قلبي محروق على بنتي، يعني خصني بنتي تكون مزيانه، ما كنتش كنعرف العواقب ان مور ديك اللايزر اللي عاد تعمل عيهدم لها داكشي كامل اللي عملت. اللي بغات هي تقول لك ان العمليه الاولى كانت ناجحه 100%، الثانيه ما ناجحاش حتى 50%، مع العلم انا عملت مستحيل باش حاولت نعمل لبنتي العمليه الثانيه في كلينيك ماشي بحال الاول، هي عودت لك الظروف وداكشي، حاولت نشوف بنتي، المهم تكون بنتي مزيانه وحتى هي تقرا وحتى هي توصل في اي تلميذ عادي. ملي عملت لها هذه العمليه هذه الثانيه ما كانتش النتيجه مفرحاني بحال الاولانيه، مع ذلك تحت نوت ومهم وحاولت عملت لها هذا الليزر على الله وعسى تشوف زعما بالعينين ديالها مزيان بحال الاولانيه. صدق هذاك الليزر كان السبب ديالها، لان بحال اللي غنقول لك هرس لها ديك العدسه اللي في وسط عينها مركبه، يعني وقع خطا طبي. انا ديك الساعه ما كانش هادشي ديال بحال دابا في 2013 بحال كان بحال دابا، يعني هادشي وصلنا لهاد الشيء ديال تطور التكنولوجيا، يعني هادشي السوشيال ميديا. كنت ديك الساعه انا عملت هنا في الطخون ونخرج هيدا في الصفحات ونهضر على بنتي ونتبع ديك الدكتور نتابعو. انا ديك الساعه ما كنتش بحال دابا، يعني حتى بنادم كيكون شويه باقي صغير وما هادي ما يكونش، يعني كتمت عن قلبي وخليت كلشي في يد الله. المهم انا اللي كنبغي نقول انا هادشي كامل دابا الحمد لله والشكر لله، الحاله اللي وصلت لها بنتي دابا مؤخرا، يعني مالك ماشي كاي طفل، كاينه حالات فحال بنتي وكاينه اكثر من بنتي وكاينه بزاف الحالات. انا ما جيتش نهضر على مالك، انا جيت نهضر على الاطفال اللي فحال مالك كاملين. انا مالك كنت كنتمنى نشوفها شي حاجه حتى هي كتقرا وبزاف الحاجات الطموحات اللي ما وصلت لهمش، انا بغيت بنتي توصل لهم. المهم انا ملي وصلت ليا مرحله وصلنا لها الطبيب هذا وعمل لها ليزر وما كاينه حتى شي حاجه، صافي خليت كل شيء ومشيت في حالي تبعت لها في الرباط، والطبيبه اللي في الرباط هي اللي اكدت لي ان بنتي كان عندها خطا طبي. جبرت انا بنتي عاود رجعت لهاد الطبيب الدكتور الاولاني اللي عمل العمليه ونجحت. ملي رجعت لهاد الدكتور هذا اكتشف بلي ان عندها خطا طبي هو بيدو، واكتشف بلي ان بنتي من 2013 وهي عندها الخيط في وسط عينها خطا طبي، يعني تصورتينا حنايا عيش فريده دخل لك في عينك كيقنطك، مع اساس خيط من 2013 حتى 2016 هو في العينين هاد بنتي، وبنتي كتعاني في صمت. صافي ديك الساعه قال لي غنعملوا لها واحد العمليه غير خفيفه نحيدوا لها داك الخيط، قال لي شي حاجه اخرى ما نزيدش نزيد نادي لعينه. لحد الان كانت بنتي صافي زولت داك الخيط، كملت القرايه ديالها حتى وصلت لمستوى
الخامس ابتدائي بدات كتعاني بزاف. قريت وصلت المستوى الخامس قريت كنت، ولكن الحاله ديالي كانت كتدهور. يعني انا في القسم الثالث والرابع الابتدائي كنت كنكتب، ملي وصلت للخامس ما بقيتش كنقدر نكتب، مره ما بقيتش كنقدر نكتب، وكانوا الاساتذه معايا غير بالاستماع غير بالشرح غير بهادي، كانوا بعض التلاميذ كيساعدوني و قصه النظر. ونهضروا على الجانب السلبي في المدرسه اللي هو كان التنمر. كانت تنمر، تعرضت للتنمر، تعرضت للمضايقات بالهضره بزاف، حل العوره عامله مناظر ما عرفش شنو بزاف. كانوا مثلا الاساتذه كانوا كيخليوني نوض نقلم الصبوره ونرجع نكتب، مثلا كنبقى نشوف جمله كنشوف فيها نركز نحفظ الحروف ديالها كنرجع، باش غير نحفظ داك الجمله في 10 ثواني على القليله كيبداو المضايقات، ما كتخليناش نشوف بعد من الصبوره هذا. والاساتذه ما كانوش مقصرين معايا دائما. المهم كنت طلعت للرباط، مشيت كنا كنمشيو قبل من البوراق، بعدا كنا كنمشيو شي 5 ساعات في الكار، كنا كنمشيو كنزلو في الرباط، مدينه غريبه عليك كتبقى ماشي وتينا خوفان، وكنا كنمشيو غير انا وماما، يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يمشي معك، يعني ما عندي، ما كاين عمي، ما كاين حبيبي اللي غادي يمشي معايا، ما كاين حتى واحد، انا وماما. مشينا كنا كنمشيو عند الطبيبه، اخر هضره قالت لي هي انت ما عندكش الامل في مدرسه الدوله، خصك تمشي للمدرسة المكفوفين. بحكم انني كنت صغيره ما تقبلتش، ما كنتش كنعرف، ما كنتش واعيه، ما كنتش ناضجه، ما تقبلتش هذه الهضره وتعصبت. وملي جينا فحالنا للدار قلت ماما انا ما غاديش نمشي، انا غادي نكمل القرايه، انا مرتاحه، قلت انا غادي نكمل القرايه. لا ما تقبلتش، بحكم ان كانوا الاساتذه ظريفين معايا كنت كنعرفهم، وفي نفس الوقت ملي مشيت للمدرسه ديال المكفوفين كنت في البدايه ديال السادس ابتدائي، ملي مشيت من واحد المدرسه هنايا في طنجه قال كاينه هي حدا الخامس هذه المدرسه، حتى السادس ما فيها شيء. قلت انا علاش غنضيع عام ديالي، غادي نمشي ونقرا ان شاء الله يكون خير. انا كنت كنصبر صراحه، كانت ماما السند ديالي، وبقى لحد الان انا عمري ما كنلوم ماما على اي حاجه وقعت وانا صغيره، حيت عارفه هي بيدها كانت صغيره ما كانش عندها خبره، ويعني بيدها كانت باغا غير بنتها تشافى وبنتها تشوف وبنتها تكون في احسن حال واحسن الظروف. على الدكتور اللي كان اللي عمل لي العمليه الثانيه كان خصو يفهم مزيان الحاله ديالي عادك باش يعمل شي حاجه، هو اللي هرسني. وبالرغم من هذا الشيء كنقول حنايا كمسلمين وكف الدين ديالنا خصنا نرضاو بالقدر، الخير ديالو والشر ديالو، فانا لحد الان بقى صابره. وكانت نفسي ديالي بعمرها اللي كنبدا نبكي في الدار، يعني ما انا ما كنبغيش نبين صراحه الضعف ديالي، حتى عزيزه حتى جداتي، وكان جدو الله يرحمه مات توفى في 2017 الله يرحمه ويوسع عليه، هو كان السند ديالي. من بعد با ملي مشى حسيت راسي تهرست، فعلا تهرست. كانت في عمري 8 سنين وكنقول صافي الراجل اللي كان معنا في الدار الامان وهذا، واخا جدو الله يرحمه يعني راجل كبير، ولكن انا كنت كنحس به هو الامان في الدار. المهم انا كنت مصبره راسي مقويه راسي، ماما وعزيزه هما السند وعائلتي هما السند، وكنت كنبكي كنبكي، ولكن قدام عائلتي عمري ما حاولت نبين ولو 1% من الضعف ديالي شي واحد اخر، حيت هذاك الشخص اخر غادي يقول لك مسكينه بقيتي فيا وصافي، ما يعني ما عنده ما يعمل. ما انا ما خصنيش ديك الهضره، انا بالعكس خصني الناس اللي توقف معايا فعلا، خصني الاصدقاء اللي فعلا يكونوا اصدقاء. كنبكي كنقول انا علاش وصلت لهذه الحاله، وعلاش وعلاش وعلاش، كنبقى نهضر مع راسي وكنبدا نبكي، ولا كنتفكر المصاعب ديالي وبزاف. وعادك ملي كتخوفني في حياتي صراحه ما كنخافش من شي حاجه بزاف، حتى الفشل ما كنخافش منه، حتى الفشل هو طريق كبير للنجاح، هو من الاساسيات ديالو، ما كنخاف من والو. انا علاش كنبكي؟ حيتاش كنقول انا ما انا كنت مزيانه وصلت لواحد الحاله اللي انا ما موالفاهاش، عليها انا كنبكي. ودوز الصيف ديالي مزيان الحمد لله، خرجنا دورنا تسارينا في حدا ايمن في اي صيف، جات المدرسه
جات المدرسة بديت كنتراجع، كنقول الإعدادي ماشي هو الابتدائي، وأنا خفت صراحة خفت. ماما وعزيزة كيدعموني كيقولوا لي مالك إن شاء الله غادي يكون ويكون، وأنا ما بغيتش نمشي للمدرسة ديال تطوان، خفت خاص المدرسة ديال المكفوفين. وحتى كنا الولد الله يذكره بالخير كان جا وتلقاني، هو ما كيشوفش مسكين والله يوفقه في حياته، وتلقاني جلسنا في قهوة، جاب الآلة ديال برايت وبدا كيعلمني. أنا الصراحة ما نكذبش عليك ولكن ما قدرتش نتعلم فعلا، بنادم إذا بغي يوصل شي حاجة يتعلم يتعلم، ولكن أنا ما عجز أنني نتعلم. وقلت له صرت له قلت له ها شنو فلان وانا ما قدراش وهذا، قال لي مالك حنايا دابا ملي كنا صغار كانت الطريقه ديال البراي هي اللي كاينه، ناجحه بواحد الطريقه كبيره. قال لي انا دابا كما كنشوف شي، قال لي انا الحمد لله وصلت كنقرا، قال لي ولكن من خلال تليفون وكمبيوتر ناطق، حاسوب ناطق والتليفون ناطق، هو منهم كيقرا دابا. وكنظن بزاف ديال المكفوفين كنظن كيقراو منهم، هو الولد كبير في العشرينات يعني. وصراحه هو كنهضروا انا وياه بعض المراري في المناسبات العيد ورمضان، كيسرد لي التهنئه كنجاوب عليه، واخا انا ماشي انا اللي كنشوفه، ماما اللي كتبقى تقرا ليه مالك ها شنو سرد لك فلان، كنقول له صافي قول له شكرا. باقي لحد الان ماما هي اللي كتشوف لي. كان صراحة يقول لي ما تفقدش الأمل مالك وما تهديش بزاف الحاجات. المهم نكمل لك، وصلت شهر 10 قلت صافي أنا غادي نمشي، أنا خديت قرار قلت صافي، قلت ماما صافي يلا الإعدادية نشوفوا المدير. مع كنت خدرت اخترت الإعدادية اللي غادي نمشي ليلة قبل ما قبل حتى من الامتحان الموحد، جا عندنا المدير ديال المدرسة، جا القسم ديالنا بدا كيقول كاين جوج الخيارات، المدرسة الفلانية والمدرسة الفلانية. أنا ارتحت لواحد المدرسة بحكم أنه ما نعرف جتني ليلة واحد راحة، وفي نفس الوقت بالله يرحمه قرا في هاد المدرسة الإعدادي، فقلت علاش ما نمشيشي. وبالله يرحمه ملي كنت صغيرة باقي كنعقل على واحد اللقطات كان كيقول لي غير المديرة 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 ديالي أجي أجي، هادشي اللي كان عقل عليه. فتوكلت على الله ومشيت، دخلت للإدارة ارتحت، انك المدير صراحة الله يجزاه بخير وليلو فضل كبير بزاف، حيتاش هو ماشي فقط مدير، هو مدير وكيريح الهضرة ديالو كترتاح. وهذا ملي ارتحت له قلت صافي انا غادي ندخل نقرا، دخلت قريت شهر ونص ما قدرتش. وشي بعض المرات كانت كتجيني السخفة في القسم كنبقى موقفة راسي، حيتاش كنت ما كنرتاحش يعني مرة ملي كندخل وانا عاطيها لاطاك في القراءة، واخا ما كنتش كنكتب غير التركيز، التركيز بدا كيسرق لي النظر شوية بشوية، حتى صحابي اللي كانوا معايا اذا ما كانش الصوت ما كنتش كنعرفو. بقيت في المدرسة والمدير كلف واحد الاربعة البنات بانهم يبقاو يديوني ويجيبوني في المدرسه، واللي الطريق ديالها من الدار ديالي توصلني، واخا هيداك ماما كانت كتجي تديني هي وكتوصلني هي وصافي هي وعزيزه. وكنت كنمشي ونجي صافي، ملي ما بقيتش قادره قلت ماما صافي، كنوصل شهر 11 قلت ماما انا ما رجعاش، قلت ماما انا عييت راسي كيحرقني وما قادراش. وهادشي كامل كنت متبعه اربع القطاري ديال الطونسيون ديال العين، اربعه قطاري كنت متبعه كنعملهم، وكنت متبعه عند واحد الطبيبه هنايا في طنجه غير باش تعبر لي الطونسيون. صافي مشيت قبل منها عند واحد الطبيبه هي اللي خرجت لي شي القطاري، ومن وراها هذيك الطبيبه شنو قالت لي، هذيك قالت لي في وسط وجهي وخرجت كنبكي كنت من عندها، قالت لي انت الطونسيون طلع لك 24 وشوف تشوف، اذا بقيتي كتشوف راه غادي تشوف واحد العام ومن بعد غادي يمشي لك البصر. قلت بواحد الطريقه اللي جرحتني خرجت كنبكي، ماما كتبكي وانا كنبكي. صافي من تما ديك الطبيبه ما كنتش دوز عندها شي جوج الحصص وصافي ما مشيتي عندها ما رجعتش. لا لا هنا في طنجه حيت في الرباط قطعوا لي الامل. صافي الطبيبه وحده قالت ان خرج الامر من يدها، والطبيب الثاني كان غادي يعمل لي مكبره ولكن ما شفتش بها.
لا في المغرب بعدا ما كنظنش وحتى القرايه ما كنظنش. انا الصراحه اللي كنطلبو وباغاه هو يا اما يكون شي طبيب بروفيسيونيل يشوف حالتي ولا نشوف خارج المغرب باش نتشافى. اه ممكن كنظن علاش، لان عندي الامل في كل شيء، والامل اولا في الله سبحانه وتعالى، وباغا نتعالج وعندي الامل. انا والله العظيم لا فعلا كنتمنى ان يكون هذا المعهد ديال الموسيقى ونخرط في شي مجموعه موسيقيه اللي نقدر انا كحالتي انا ملك هيدا ندخل ونقرا ونكمل ونتعلم الموسيقى، حتى هي من هواياتي المفضله الصراحه، كنبغيها بزاف وكنرتاح فيها بزاف. كنتمنى يعني فعلا يكون شي معهد ديال الموسيقى اللي قبل بان نمشي ونخرط في المعهد ديالو ونكمل فيه ونبني فيه الموهبه اللي عندي والهوايه اللي عندي واللي كنرتاح فيها، حتى كنظن اذا عملت في الموسيقى غادي نكون مرتاحه بزاف. والله العظيم فعلا انا كنرتاح في الموسيقى وبغيت. وبالنسبه للعلاج ان شاء الله انا الايمان ديالي بربي، بان ربي كندعي وماما كتصلي وتدعي وعزيزه كتصلي وتدعي وكل شيء اللي محيط بيا كيدعي لي بالشفاء العاجل، والايمان ديالي بربي قوي بزاف بان غادي يشافيني، سواء كنت هنايا ولا في بلد اخر غادي نتشافى. وكنشوف بنتي قدامي كتضيع يعني نفسيا ومعنويا، يعني العائله كتكبر صلات على النبي، خصها تقرا، خصها توصل الحاجات اللي بغات الطموحات ديالها، وملي كنمشيو حنايا هنايا ما كنجبروش يد المساعده، انتينا عارفه الحمد لله الوقت اللي وصلنا له صعيب شويه، يعني ما عندناش بزاف الحاجات في طنجه، بعدا في طنجه بالاخص بزاف الحاجات ما عندناش مخصصين للاطفال اللي في حاله. مدرسه اللي سقسيت عليها مؤخرا بحال حاله دمالك عندنا كاينه في ميكناس وفاس، انا ما عنديش الامكانيات اللي عندي انا بنتي فاس ولا ميكناس، ما عنديش العائله تما، ما عنديش انا بنتي، انا اللي خدامه عليا، انا فيا اب فيا ام فيا كل شيء، انا اللي خدامه على بنتي وما نكذبش عليك ما نقدرش بحال دابا اللي كان طالب يعني يا شي مدرسه هنايا ولا اي شي حاجه هيدا اللي ترفع على هاد الاطفال بحال حاله مالك. كاينه ماشي غير بنتي، كاينه عادات تبارك الله الا زينا نشوفوا راه مغرب تبارك الله شني في هاد الناس اللي بحاله مالك وكثر من مالك واللي اقل من مالك. واللي كنبغي نقول هي دابا مالك شحال من واحد كيمشي مثلا نضاف شي في شي اداره ولا في شي موطع بحال كيحسبوها من الناس اللي حنايا عارفين هذوك الناس خلقوا من ربي هيداك مكفوفين، يعني كيعيشوا مع الحاله ديالهم، كيقراو من الطفوله ديالهم كيطلعوا، ماشي بحال مالك ديالي انا مثلا كانت كتشوف مالك كانت كتشوف وكانت كتقرا بكتابه وكل شيء وشافت كل شيء، ومع ومع المده مشى على النظر دعينه، يعني كاصنا شي حاجه اللي تقدر تساعد في هاد الاطفال وصافي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.